بمشاركة كل من وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة عقد بل عقد بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة المؤتمر الصحفي الثاني لتنفيذ خطط موسم الحج. وأعلنت الجهات المشاركة أنه تم بتوفيق الله اليوم اكتمال وصول حجاج بيت الله تعالى إلى مشعر منى، مفيدة أن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم. وأوضحت الجهات المشاركة أن إجراءات تنظيم الحركة المرورية تمت بمرونة غير مسبوقة، مشيرة أنه لم يتم تسجيل أي حادث حتى الآن.